انت قديش من مرة؟ قديش كنت ثابت؟ ولا في غير هدرة؟ هاي 40 دوك. وش راكم تديروا؟ يا قلت لكم ما كاش اللعب حتى تكملوا قرايتكم. جيب هنا هكذا مليح. هيا رقد. عبد الرحمن خويا واش رايك؟ فواش؟ لا أب حنين لا لبسة كيما الناس بزيادة ما نخلونا نلعبو لا في الدار ولا برا. تحسب رانا في حبس درك. نكبرو خويا ونخدمو ونعيشو كيما نحبو. ايه وقتاش يجي هذا الوقت اني متمنيه؟ مين نقولو ان شاء الله. ان شاء الله خويا. صباح الخير خويا. صباح الخير خويا. حمزة. نعم يما راني جاي. يغاول وقت المسيد. يا هكا ممتع مع هذاك الشهر. اقعد شرب قهوة. كش حاجة ناكلوها مع القهوة؟ ها هو الخبز. الخبز كل يوم الخبز. انت اشرب وش بيك؟ ولا مش بك؟ هاك مريض؟ لا لا مانيش مريض. ايه وش خصك؟ ما عنديش كتوبات اقراها. وش عليها؟ ومن بعد نبعت حمزه عند جدك يجيب لنا دراهم. عبد الرحمن اشرب دروك. يا اخي انا حليناها خلاص. نوصيكم حاجة يا ولادي، لازم تقراو باش تأمنوا المستقبل ديالكم. السلام عليكم. سلام. انا سلامتك. هذا وين راك جاي؟ صباح وين عيطتي؟ وين كنتي؟ انا راني غير في الدار كاع ما خرجتش. صح يما راه هنا تحوس على زهور. تفضل راهي لداخل. شوشو تاع يما. مال عزيزه واش راكي؟ الحمد لله راني لاباس. لاباس لك هذه الفاتوره. هذه علاش تعطيها لي لي انا؟ باش تخلصي الضو. وعلاش ما تخلصهاش انت؟ هما راكي عارفه والله ما عندي. لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله.
هاك وليتي، روح خلص الضوء وما تنساش قول خوك عبد الله يجوز لي يعطيني شوية دراهم. صح، كان خير ما. استغفر الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. تحرش على روحك شوي، مش احتلت مش ولا أمني والله. لا بغيت نعرضك هالديما عيط لك تليفون طافي ولا مش عارف اش اسمك. حمزة. صافا ليش عندك عقلية صبابو؟ شو باغي دير؟ مكانش حل وحدة أخرى. سامحني غير أختي، الطريق ما تخرج، غير تشكل باطل. أنت تبلغ. كل واحد تبلغ. خالتي زهور سحقتني. راهي في السن وقاعدة، تفضلي لعندها. إيزي تفضلك. صحة. مسا الخير خالتي زهور، واش راكي؟ تلاقيت مع وليدك سعيد وقال لي بلي حوزتي عليا. سعيد وقيل هبل، انا سحقيت راجلك ما سحقيتكش انتي. لا علينا، واش عم ولادك؟ خير يسلمك، ربي يسلمو عليك. انتي واش راكي؟ صحتك مليحه؟ الحمد لله. ودق وقتاش تفهموا رواحكم وتجوب لما نعيط لكم؟ بصح راني نجي كل مره نجي نشوفك. بكاي من الهضره الزايده، فهمي راجلك بلي اليوم رانا اربعه في الشهر يا لله، فهمتي؟ صح راني نقول معلوم دراهم وليدي العزيز وين رايحين؟ في الشيفون، في الحلايس اللي ما فيهم حتى فايده. هني روحك، هادو ماشي وليدك اللي شاهم لي، هذا كلش مخير بابا، ربي يخليه لي. يحب يقول وليدي راه خدام عند سي باباك وعندك انتيا، ياك؟ انا مانيش نقول فيه هاد الكلام، كل ما نجي تسمعيني كلام ما بقتش هضره معاك. مشي بسلامه. شبيك نصيرة؟ لا ما كاين والو، واش تعبك؟ هيا على خير. حمزة!
عم بابا شوف هاك هذا الدراهم اديهم لجدك وبالك تبحروا لك عم بابا بدهم دقة؟ ضرب هيا صح السلام عليكم سعيد مرحبا ريح ريح نلعبوا شويه دومي ريح ريح وش بيك هكذا ريح ما تجيش باش الريح راني مزروب بشويه واش كان كش ما تحتاج كش ما نحتاج يماك ما احتاجت لك على جال الدراهم راني بعتهم مع حمزه هذا وين ماشي الدراهم مالا وشو يا مرتك مرتي وش كاين ثاني وش كاين كي رحت نشوف يمه لقيت مرتك خارجه من عندها كي دخلت سقسيتها قلت لها واش بيك قلت لها هذا وين كانت شتمتني وسبتني حكيت لها صراحه ما تقلقش ريح لي في الحانوت انا نعرف واش ندير معك فهمت وما تقلقش هذا ما تعرفه ريح 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 الدومين اللعب يا حبابك وش ندير معك الدنيا نضربك نسبك نحاوطك قدامهم وش ندير معك وش بك يا راجل وش بك تسوق وليت امراه وتسبي يما انا يا انا دمتي يما ولا سبيتها يتسمى ما سبيتيهاش انا عيط لي جات لقيت مع اخوك وقال لي يما سحقاتك رحت نشوفها ومن بعد سبيتيها ما سبيتهاش انا نقول لك ما سبيتهاش هي اللي دخلت لي في كلاب اللي ما عنده حتى معنى بعدك تزيدي حقار حقار مهم أدام قلت لك هذا الموديل اللي قلت لك عليه حاجة شابة وين نشوف شابة روعة حقا ما عندي ما نقول عندنا هذه وعندي دينوتر موديل ثاني كاين أبو هذي كنت عندي واحدة ثانية شابة بزاف قلت نوريها لك نوريها إيه ما دابية وريني نشوفها شوف تفضل يا مدام حاجة شابة بزاف هذه تهبل خويا تهبل شوف ساعد شوف راكي رافضه معاك الدراهم ولا راكي غير قاعده تهب تهب ساعد من فضلك خرج برا ودروك نجي خويا خليها لي بجي ان شاء الله راح نخرج نتفاهم مع راجلي ياك وان شاء الله نرجع ان شاء الله مدام مرحبا بك في كل وقت بارك الله فيك صحيح مع السلامة شوف ساعد دراهم لازم تدبر عليهم من السماء ولا من الارض وهاد السمانه نقبل لا باغ تكون عندي من حسابك انت يا نبيع الطوموبيل ماشي شغلي شغلك دبر راسك شوف مع يماك ولا شوف مع خوتك ولا راك حابني حتى نفهمك انا كيفاش دير يا اخي يا اخي يما مازال ما يوجد العشاء موجود على الكلاس جيعان بزاف خلاص حاوليك عبد الله هذا واش هو يدير عبد الله نعم اروح تعشى
ولا ما حبيش تاكل؟ واش ناكل؟ ناكل هذا الرز. واش به الرز؟ ولا هذا البيضات اللي ما يكفوش واحد. خربي، كاين ناس ما صابوش ياكلوهم. تعرفي واش ندير؟ نروح نبدل حوايجي ونروح عند يما نتعشى. بسلامة. ما تنساش تسلم عليها. كلو كلو، هو عنده الدراهم ولا ما راحش ياكل عندي، ما ياكل في الغيستو، ما تخموش. طريق السد ديما ترد ان شاء الله. هذه ماكله بالطبع يا يما. صحتك يا وليدي. شفتوا الماكله نتاع الشعر البنينه؟ برك ما عنديش الزهر. مشي كيما المرا نتاعي، ما تعرف لا تطيب لا تغسل. نسات خير الزمان واش تحب. شوفي يما، انا نجيب لي ربي نجيب امراه واحده اخرى. علاش لا لا؟ اذا كان عارف روحك تستراح غير بدل المراح يا وليدي. الله يعيشك يا يما. تفضلي. صحة خويا. يعطيك الصحة. راك غير تزيد تطول. غير تزيد نطول ياك، قول الله يبارك. راك داخلة غير لابيسين. غير لابيسين. والله غير لابيسين كاينة. بصح باباهم ما يحبش يخليهم. هذه هي كما يقولوا كوردوني وصباط مقطع. هاي خويا نخلوك تخدم. الله يعاونك. حفظك بسلامة صايت. مرت خويا واش راكي؟ واش راني؟ ها واش راني؟ وها واش راهم ولادي؟ واش نزيد لك فوق هادشي كامل؟ انا كنت تاخذي رايي تخلي له الدار ودراري باش حقا يعرف المسؤوليه نتاعو. على بالك لو كان ماشي ولادي دقيقه ما نقعد معاه في الدار. ولو كان تخليني نهضر معاه بالك ربي يهديه ماشي خير؟ لبا يديروا فينا خير مزية قينونا خلونا ترونكيل وين خلو لها الدار. مشي يما مشي مشي يا بابا. تاليا من مدي حتى الواحد سهل. وانت ما عندكش؟ انا ما عنديش. تعطينا الدراهم نروحو نشرب. الدراهم اللي كانوا شيتهم دخان. حصلنا دروك. هاي ها راهي طفلة هاودة. واش رايكم نديروا لها العفسه؟ هيا جماعه هيا. ني ساش حي الساعه وقت القرايه واقيلا. ريحي كيما راكي واعطيني كاع الشارع. طلقي طلقي طلقي. شوفي روح زيدي سوق وعدي اجري حرزي نشوفك هنا. لا وحدي الكل راني عقلت عليك. واش خويا سعيد كاش ما يخصك؟ لا باس الحمد لله. واش غير الخير؟ شويه راني مزير راني فهمتك راني فهمتك.
زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يكفوا هذم؟ لا كثر خيرك. هاي لا لا بس الحمد لله ربي يخلف لك إن شاء الله. بلا مزية بلا مزية على خير. هاي بسلامة أخويا بسلامة بيجي بخير إن شاء الله بسلامة. والله ماني عارف واش راه يدير بالدراهم هذا. بون شوف خويا جيت نكمل لك الدراهم هذيك الامانه اللي كتسالها لي. اه تفضل. بغيتي تخرجي الامانه تاعك؟ ايه راهم كاملين. راهم كاملين بربي شوف بلا نعطيك الامانه تاعك. ها تفضلي يا معلم. شحال شابة شابة هادي فوالا بسم الله. شحال شابة غادي كان صغير ومني على بالك. خرجت عليك ربي فوالا اروعة هايلة. والله غير مليت من هاد القرعة ديجا مليت. غير صبر اسيدي. هذي كلمة الصبر من اللي كنت صغير وانا نسمع فيها. ايوا واش حبيت؟ هذه هي الدنيا لازم تصبر ولا خلاص دوكا كبرت. رانا صابرين يا وليدي. دير في بالك غير قرايتكم اللي تنفعكم هكذا كي تكبروا تولوا تتكلوا على عمركم لا تتكلوا على حتى واحد. حط عليا داك الكتاب اللي فيه الدك بدنا ديك اللي تنسي الهم. صح يمسك متويمين الخير. نادية مرحبا. يسلمك. عاش من شافك. واش راك؟ الحمد لله على حسب الشوفه. راك توحشني. علاش ما نتوحشكش؟ ربي يخليك. يتسمى غادي تبلع الحانوت وتديني نتعشى. فكرة نبلع الحانوت نروحو نحوسو ومن بعد نتعشى. ما غاديش تشدك على صوالحك. لا لا تفضلي تفضلي خدامي. لازم ما تعيا انا ظهري وجعني. خلاص هادي هي التعبية. حمزة هيا راهي تعيط نروح نتعشى ومن بعد نكمل. يعطيك الصحة. كوني كوني. غمضي عينيك. ها يا سيدي راني غمضت. ما تفتحش حتى أقول لك ها. غادي نفتح. مازال يا خوف راك شو واحد زوج ثلاثة افتحي. واو اش هذا؟ هدية. هدية بمناسبة الخطوبة تاعنا. هذه هدية قبل الخطوبة. شحال شابة هاكا شوية ذهب خير خير من الورد. راك كثرت لي من الورد. عجباتك؟ بزاف الله هايله بزاف. الو شكون معايا؟ بابا انا نصيرة. نصيرة بنتي. بخير يا بنتي بخير. قولي لي الاولاد واش راهم؟ عم يسلموا عليك.
الله يعطيهم الخير يا بنتي. بابا سحقت شويه دراهم. نعم يا ايه باش نشري صبابط للدراري. ما سبتش كيفاش ندير بابا. معليش يا بنتي معليش. لا 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 على راسي وعيني. هيا بقى على خير تهلا في روحك. بسلام. نتباهى بكم. شوفوا انا لبيت لكم طلباتكم وانتوما تلبوا لي ماذا بيا طلب واحد. وشنو هو جدي؟ وشنو هو؟ الدراسه ثم الدراسه ثم الدراسه. متفقين ان شاء الله جدي؟ ان شاء الله ان شاء الله. هيا روحوا بكم. حمزه. نعم جدي. أنا راني عيان نروح للدار قريبا. هيا خالد. استنى 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 قريب نسيت. هادو أعطيهم اليمن وسلم عليها بزاف بزاف. يبلغ إن شاء الله. هيا الله خير عليك. صح صح صح. شابين هاي الدين. دهنا سنة صبابط. هاي قلنا خير واش تحبوا هاي سنة. عجبوك يا بصحتكم. تقطعوا وتزيدوا. ان شاء الله. حقا. هاي الحمد. روحوا خلينا نقعدوا بيهم اليوم. مازال يا مات. ان شاء الله. خلاص. كيفاش كنت راح ندير لو كما شي بابا؟ الحمد لله ونشكرك يا ربي. عبد الله يما راهي مقرقجتني الصباح عشيه في الليل. وقتاش هاد الزواج وقتاش هاد الزواج؟ والله ما نجمت عبد الله. ما تقلقيش روحك كل عطله فيها خير. لا راك خايف منها. تيني عندها نفريها معاها في رمشة عين. انتي يا راكي ثم بصح ما نعرف لا تشوفك ولا ما تشوفكش. شنو؟ واش راكي حابة أكثر من هكذا؟ حاشا انا بنت فاميليا. بصح قولي لي وشنو هذا؟ وشنو هذا؟ المراه مصوره مع راجل وراها المشكل. دخلتي اسمعي وليدي راجل واذا كان تصور مع هذه المراه عنده قصد شريف. فهمتي ولا لا؟ لا وراي
يماكم. بدات حوايجها وراحت عند جدي. وكتاش راحت؟ مور العصر. يسمع خلاتكم وراحت. حنا نروحوا معاها واقيلا. واش؟ واقيلا انا اللي نوكلكم. ما خصناش غير الماكلة. واش خصكم؟ خصنا ناكلوا ونشربوا ونلعبوا ونحوسوا ونديروا ونديروا كيما الناس. اه زيد. عارفوا واش خصنا؟ خصنا كرامة اللي راك حرمنا منها. اللي بالك ربي راه يحرمك منها كي تكبر. تهدر يا وحدك. ان شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم ونكونوا في المستوى المطلوب وان شاء الله نكونوا نساب طيبين عليكم. ان شاء الله ان شاء الله. هاي بنتي نصيره. مساء الخير عليكم. نصيره هذه كما قلت لكم عزيزه عليا بزاف بزاف. الله يبارك. عاقله وكما كنت نقول متربيه متخلقه. مع الاسف كاين شي ناس. المهم واش رايك يا بنتي؟ يا ترى نقدروا نقراوا الفاتحة؟ ودار كل حلم حلمت به في هذه الدنيا. بابا تزوج، يما تزوجت، ما قال حتى واحد في هذه الدنيا غير خويا عبد الرحمن. تكمي؟ لا 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 شد شد صاحبي شد باش تنسى شوية همومك شد. اكمل دير شوية هاك أيوة روح روح فاتي صاحبي روح وشنو هذا؟ أروح أروح يكولوا حتى تبرد. هيا بسم الله. معليش 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 وليدهم معليش. كول كول معليش. شابة الله يبارك. الله يسلمك. معلوم شابة عروستي مرأة ونص. كيما وصيتك يا بنتي ردي بالك على روحك وعلى رجلك والرجال كامل يحبوا المرأة اللي تقوم بروحها. ما ديريش كيما هذيك البرجوازية. ما تسلمش. واش راكي ماني؟ سلم على طاطك نادية. انا ما عندي وين نعرفها باش نسلم عليها. ما تحشمش. هذه تربيتي ماكم معلوم. امشي عليا خرج امشي. ماني احنا من لحمك ودمك بصح هي ما عندها مين تجيك. دير رايك دربك. اي ما قد ندخل للدار وتشوف شنو غادي ندير فيك. الحمد لله يا ربي. شبحتوا؟ ايه الحمد لله. المهم اني باغي نقول لكم حاجه. الرقاد والخروج والدخول كل شيء بوقته في هذا الدار. فهمتوا؟
على حساب الشوفة ما غاديش يطول هذا في هذا الدار. هيا مشي لبيتك. صح. باي سقسيك جبني خدامة انا عند ولادك؟ نطيب نغسل نغسل لهم قشهم بزاف. شوفي حوايجهم يغسلوهم وحدهم، اما الماكلة راهي طيب طيب ولا لا؟ لا ما تفهمناش هكا، يلي انت تشوف حل ولادك بزاف والله العظيم. حمزة. نعم. باباك ما راه يقول لك والو كي راك تقعد برا؟ بابا بابا من نهار اللي دار المرأة جديدة ما حوس عليا لا انا لا خويا عبد الرحمن. قاع كيف كيف خويا العزيز، قاع كيف كيف، هذه هي دارنا، قلقش روحك قاع، رانا قاع خوتك هنا. انا قاع خوتك صاحبي. زيد زيد. شد شد. مشي هذاك اللي قايسنا ديك نهار بالحجر وهرب. والله هو والله غير هو. شدرت هو ضربني الاول. هربا هربا. حمزة ما تخلينيش وحدي خويا. حمزة نوض. حمزة خويا نوض. اسمعني خويا. اسمعني خويا. اسمعني عبد الرحمن. ديرش كيف دوك نعاد اسعف. تخلينيش تخلينيش. حمزة خويا اسمعني. حمزة اخويا علاش علاش كيما هكا علاش؟ حمزة اخويا. كاينة برك حاجة. وشنو هي؟ بغيت نقترح عليك حاجة مهمة بزاف. تفضلي دكتور طيبي. أنا راني باغية نقترح عليك تديه عندك. تخرجوا من هذاك الجو العائلي اللي راه عايش وراه فيه تشويش، مرت باباه وباباه، وانا راني متاكده رايح يلقى عندك السعاده التامه. انا معاك انا معاك يا دكتور، بصح باباه انسان خشين وما يفهمش في هذه القضايا هذه، ما عندوش حتى استغفر الله الانسانيه. ما نقدرش ما نقدرش مانيش عارف. لا القانون ولا العادات ولا انا نسمح لك باش تدي وليدي. انا ما رانيش نتكلم لك عن القانون، راني نتكلم لك على ولاد بنتي، ولاد بنتي اللي واحد منهم مات بسبب الاهمال ديالك. نتكلم لك على بنتي اللي هملتها وبعدتها على ولادها وهمشتها، وانا والله ما نسمح لك في وليدي، والله ما نسمح لك، على خاطر كاش ما تصير له حاجه لا قدر الله ما نسمح لكش عليها، ما نسمح لكش عليها. ما تنساش راك في داري، التزم حدودك. راني ملتزم حدودي عندك الزهر. عبد الله عبد الله دوك نرجع نكملوا كلامنا. ايه روح روح شوف حدودك روح. واش كاين؟ انت راك تقلق في روحك، يا جاي يدي وليد بنته. كيفاش خسرت وليدي الاول
حبيتي نزيد نخسر الثاني. كي توحشه روح شوفه في المسيد، خليه يروح مع جدو. عبد الرحمن روح وجد حوايجك باش تروح مع جدك. روح يا وليدي روح روح. القانون والعادات والتقاليد ما سمحوا لكش باش وليدك يجي عند جدو، والمره مرت باباهم سمحت لك. اروح اروح روح الباب كبني روح. واش بابا؟ شوف وليدي ما تنساش رجع لي الكابة. جدي افتح. واش راك دير؟ جاي ما يسواش. اسمع ما تقولش هكذا على باباك، تأدب عيب. لا كم 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 هيا عبد الرحمن وليدي هيا جوز ابني جوز. تفضل. ايوا يا واشنو جدي عندك كونتر باس؟ اي كونتر باس يا وليدي هذه يا حبيبتي. وتحسب انت جدك في هذا الدار كامل عايش وحده، هاو عايش مع الكونتر باس. بصح هذه كبيره عليك ما تنساش. شوف شوف ليا دوك نعطيك وحده قدك، ها استنى تشوف. مؤثرة وحنينة. تفضل هذه ليك، حبك تعلم العزف عليها. أنا دائما دائما مع رفيق الدربي. Thank you.
ما شاء الله ما شاء الله، راك تعزف كما ينبغي وتعرف تنقل من مقام الى مقام. برافو برافو. هذا كل شيء من فضلك يا جدي، الله يخلف عليك. الله يسلمك يا ابني، الله يسلمك. هذا الاجتهاد نتاعك انت كذلك، ربي يخليك يا ابني. انت اغلى واحد واعز واحد في هذه الدنيا. الله يسلمك، بارك الله فيك يا ابني، الله يعيشك الله يعيشك. بيسجيك يا بنتي، ربي يسجيك بيسجيك. نسيت الدواء بابا. اه بنتي اه بنتي اه بيسجيك يا بنتي. هاك بابا. ربي يسجيك يا بنتي. شو يعني؟ ردي بالك تظلمي واحد في الدنيا بنتي، تظلم واحد إلا قعدتي تنسي ربي سبحانه عمرها ما ينسى، عمرها ما ينسى ربي سبحانه. وشنو هاد الحرف؟ ألفون. اها أعطيني كلمة فيها الألف. أوتار. جيد. وهذا وشنو؟ خاء. أعطيني كلمة واحدة أخرى فيها الخاء. خير. جيد. وهذا وشنو؟ حاء. جيد. أعطيني كلمة فيها الحاء. حمزة. حمزة. ما تبغي أنا ولا أخويا؟ أنتم في زوج ولادي ونحبكم في زوج كيف كيف. صاحبك كمال مازال ما جابش الجرامية؟ ما تقلقش. ما تقلقش ما تقلقش. شوف دورو 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 جيو هنا عندي هنا تحت الباطي. قلتلكش ما تقلقش منه. ما تقلقش عليه، هذا كيسهل لك راسك. الو. السلام عليكم. مساء النور. نعم. المدير في هذا الوقت مع شهنا. اليوم كامل مع شهنا، غدوة إن شاء الله. ايه دي باينه بلي مرحبا. باينه باينه. هضر معاها هضر معاها. شوفها شوفها. شكون؟ نور الدين. اوه على بالك حيصل لك الهضره هنا. على بالي بصح ما شي وقت دوكايا. كمل كمل.
صح ديالي. واش ديري في حياتك؟ خدامة في شركة هذه هي لافير. صح عبد الرحمن راه يتغيب بزاف على الدار. ايه فكرتني في عبد الرحمن. يا ترى قولي لي كاش ما حضرتو في العرض؟ راه الوقت قريب. انا راني واجده بس عبد الرحمن مانيش عارف. اتصل به. ايه اتصلي به اتصلي به. واش راك بابا؟ والله لا توحشتك. الحمد لله بنتي الحمد لله. تفهمي ولا ما تفهميش؟ قلت لك عندي مهمه نكملها ونبداو. ليلى ما رانيش مليح الور ما تزيدينيش. السلام عليكم. وعليكم السلام. عمي عبد الله. خالد كيرك داير؟ لا بس انت راك مليح رحمه ربي. وانت كيرك داير؟ والله غير الحمد لله. الحمد لله على السلامه. والله لو كان تعرف بلي انا ولدك عبد الرحمن واش راني محطل لك واش يصرى فيك. واش راك؟ والله لا رحمه ربي عمي عبد الله. وانت كيرك داير؟ الحمد لله الحمد لله. الحمد لله سيدي. يا درت سلعه تاع المره اللي فاتت؟ السلعه هي الحمد لله. وراني محتاج سلعه كيما هذيك. شوف عمي عبد الله انا الحاجه اللي نقدر عليها على العين والراس. نجيب لك حاجه تشربها؟ لا 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 عمي عبد الله راني شارب جيت نشوفك برك. صح كيما تحب. لك الامانه نتاعك يا خالد. سي عبد الله انا ما جيتكش على جلد دراهم جيت نشوفك برك. الخير كاين الحمد لله وهاك دراهمك. الله يكثر الخير. احسب دراهمك. ماشي حق عليك عمي عبد الله. بيني وبينك كاش حساب كاين ثقه. الله يعيشك الله يعيشك خالد. صحيح صحيح صحيح. انا نقول لك الله يعاونك والسلام عليكم. بسلامه بسلامه خالد. بسلامه مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله الله يعاونك. صحيح. واش راكي ديري سناء؟ ايه يما راني ندير في لاصالات. ايه بنتي راهي ساجية اليوم. يما حبيت نقول لك حاجة. واش كاين؟ خير ان شاء الله. راني تلاقيت مع واحد اليوم. واخيرا خيرا قلبي ارتاح. شوفي حطي كل شيء من يدك وروح احكي لي. خوفي خوفي عصام. واش كمان تشفال الطفلة ما في نحكي لك عليها؟ شكون سناء؟ واقيلا بديت نحبها. تما راك باغي تتزوج بيها تجيب ولاد هكا؟ بالك واقيلا ما نكذبش عليك. تتزوج بوحدة عرفتها من نات؟ انت تحب من قلبك انت يا شو عصام تسقسيتني وانا قلت لك بالك هكذا ما لا برك انا مسماطه ديالك كمال. يا قلت لي خدامه وعندها كونت في البنكة. خدامه وعندها كونت في البنكة هذه هي اللي كنت تحوس عليها. ابدا خدمتك. صار عليك انا النهار الاول اللي شفتها فيه تم ديمارات الخدمه صاحبي. عبد الرحمن اوه على وقت تجي
راهي 10 و20 صح. ايش دخلك؟ ايش راح قلت لك؟ ها؟ هدر اديت لي شوال الحين واش ديتي له؟ اديت لي الغبره. اسمع اسمع، روح عند مولدي الكراج ولا بعثني عبد الرحمن ولا قول له خالد، يعرفوني باسم خالد. مساء الخير جدي. مساء الخير. هذا وين؟ شغالات. ايه شغالات شغالات. ما تسناهمش؟ قلت السنة راهم راحوا يتعشوا عند خوالهم. شكون طيب العشاء؟ قول بسم الله. انت عند بالك انت جدتك الله يرحمها خلاتني قفة بلا يدين، عند بالك ما علمتنيش نطبخ؟ عارفك تقومها بصحتك. انت ثاني بصحتك. بسم الله. اش بيك عبد الله؟ اشرب قهوتك. حمزه مات. لا يا عبد الرحمن راح لي. انت ما عودت لي حتى واحد. يا قاتلي الطبيبه، قضيه وقت. واذا ما صار والو؟ قطعت رحمة ربي. هيا صحاب، على ما نجيبوش ولدياتي ونربوه. سبحان الله العظيم، وين ما نهضر معاه يلزق فيا، وين ما نهضر معاه. كما قالت لكم الله يرحمها، هي اللي تولدي وتربي، خافي معقوبة ربي. كلامك دوال حاجة. كيفاش راكي دايره مع عبد الرحمن ليلى؟ الحمد لله بصح راه مقلقني، خطر يكون مليح وخطر لا. على بالك وقل واقيلا فض ديالك يعاود الزواج. مكتوب خالتي مكتوب. انا كنت حابه نقعد مع ولادي وما كنتش حابه نكون ثقيله على عند بابا، وعلى بالك كلام الناس ما يرحمش. صح. كي راكم دايرين مع الخدمه؟ والله غير انا مشكل مع الخدامه. يا هادو لي غراف، هادو لي زابسونس، هادو لي كونجي دو مالادي، ما عرفناش كي ندور. هادي هي الحياه المهنيه تاع الخدامه. واش باغي دير؟ اه اش باغي دير؟ اه واه دخلتوها غير خدمه خدمه. انا نوض خير. عطيتوها الهضرة وحنا نقارعو فيكم. لا لا كنا جايين. بوك نتوما تقلقتو. عرفتي عرفتي. الله يرضى عليك، الله يخليك. هذه المرة تالية، هذه المرة تالية ندوموندي فيها. حطني تحت رجليك معليش، المهم عطيني. قلت لكم قلت لكم تدوروا تدوروا وتجيو تحت صحباتي ولا لا؟ معليش هذه المرة تالية. اطلقي ما تجلسنيش. معليش. هزو عليا. لا لا ما كان. هزو عليا. ما تجوش. فضلي خدمة تجيب لك الدراهم، فضلي تجيب لك. جيب لي دراهم؟ وشكون اللي يضمن فيك؟ أنا نضمنه. أنت تضمن فيه؟
ايه انا الضمن. ايه مش بيك تشوفيها بس كي تكوني معايا ما تقدريش ما تشوفش في عينيك. عينيك هي الدنيا ديالي. الفون ديالي عندي بزاف كلام حاب نقوله لك. ايه نختصره لك في كلمه واحده على بالي حتوصل لك بس خارجه من قلبي. وش هي؟ شبيكي تشوفي في الساعة؟ اللي طولت بزاف على الدار. سيدي قعدي شوية. لا لا لازم نروح. أنا نهضرو في الليل. استناك. خلاص. هاي صايب. هاك الشاب كاش مخصك أنا هنا. صافي كارمونات بغيت يخدم بالميزان ما تقولوا لناس باللي حرام كنا خدموا بلا ميزان. آه يا جماعة كنت خايف بزاف. الو ايه واش راك صافا؟ صافا الحمد لله. توحشتك؟ توحشتيني انا تان توحشتك. واش شريت سلعة؟ عباكي صاحبي قال لي حتحبط في السوق مالو ما حبيتش نجيبها وريسكي بيها هاكي تعرفي. على كل حال كاش ما تحتاج قول لي راني هنا. ما نحتاج حتى حاجه في الدنيا كي تكوني انتيا معايا. اي خلاص هلا غير في روحك. اي بسلامه. مساء الخير. سلام. نعم واش خصك؟ نقول لك حاجه. ايه الابتسامه تاعك نساتني كاع على جيت. واش خصك؟ كمان تحبي لهالدرجه؟ وين تعرفو؟ ولي تحبيه تعطيه الدراهم بلا ما تعرفيه بلا ما تعرفي من با الشخصية نتاعو. شكون انت؟ ما يهمش شكون انا اللي يهم السيد اللي ركيت تمشي معاه كمال تعرفيه ولا ما تعرفيهش والثقة اللي راكي دايرتها فيه تدخل في الراس خمي شوية.
انت درت شي لي عليك وروح دروك، مانيش حابه نجيب لك مشاكل مع صاحبك. المهم انا راني وصلتك عند الشي اللي بغيتي تعرفي، بالعقل عليك الله يسهل. راك هنا واحد الخداع. شكون قال لك اني هنا؟ شكون اللي قال لك اني هنا؟ شكون هادي؟ انا عرفهاش. قول لها بلي درتها بيا وديتي دراهمي. قلت لك ما نعرفهاش. بصح شنو تقول؟ علاش تأمني فيها؟ قلت لك ما نعرفهاش. عندك بزاف لاكي معاه؟ لا ما عنديش بزاف. روحي وسلكي بروحك، هذا ديب ماشي بنادم. في الحقيقة راني راجع للخارج، ما نكذبش عليك سي عبد الله، ما قدرتش نعيش هنايا. راني نخمم نبيع السكنة وندي يما معايا للخارج، هكذا تكون حدايا وما تقلقش عليها. هكذا تكون الذرية الصالحة. انت سي عبد الله عندك شي ولاد؟ ما رزقنيش ربي بيهم. يا ربي وراني شايف هذا الوجه. والسكنة دي حالي وقيلك حاب تشريه؟ إذا ساعدتني في السومة وعجبتني نشريها. أنا تحق من عندي نقولك راها ليك من دروك. مبروك علينا في زوج. أنا اسمح لي كلام تاعك ما قنعنيش. أنا هنا نقول لك سمحي لي، أنا درك راني خسرت بزاف دراهم معاه في السلعة اللي كنت نجيبها له رخيصة. ما كاش كيفاش اللي يقلي نكمل الشيء اللي كنت بديه. وأنا ما قدرش نعاونك في حاجة كما هذه، وما تخلينيش نشك مع من غادي نبني المستقبل نتاعي. صار كيما هكا. إيه صار كيما هكا. صحة صحة يا لالا. بعد ما قلت لكم العقد كاش حاجه تضيفوها لي؟ لا يعطيك الصحه. السلام. تفضل. هنايا يعطيك الصحه. تفضلي. تفضل. شكرا. شكرا. ايوا تقدر تخلصوا. هاي الامانه تاعك. تفضل. بسم الله. يعطيك الصحة. مبروك عليك الدار. الله يبارك فيك. بارك عليكم. ليكم في علمك بلي على شهرين ان شاء الله تستلم السكن تاعك. ان شاء الله. ان شاء الله. هيا صحة. يعطيك الصحة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. مبروك عليك. نادية عندي لك خبر مليح وخبر ماشي مليح. واش هو الخبر المليح؟ الخبر المليح
بعث الدار وراح نشري وحده كبيره وشابه. والخبر اللي ماشي مليح؟ الخبر اللي ماشي مليح راح نبدل المراه. واش راك تقول؟ كنت عرفتها من النهار الاول ما فيكش الامان. يا ربي يا ربي خداع، كنت عرفتها باللي خداع. الله يسهل، طريق راهي قدامك وراكي طارقة. يا ترى تلقى خطرة اللي فاتت مليحة هايلة. يظهر لي الوقت عمي عبد الله، يلاه نروح نروحوا. راح الحال. اي صحة ما عليك. هيا بسم الله. ما تتقلقش عمي عبد الله، كرة البصرة فيها بزاف سراقي وهنا قاع يعرف. هاي صحة. هيا بسم الله. السلام عليكم. كيراك شيخ؟ كيراك؟ مشرم الأولاد؟ شكون؟ قريت عندك في السكولة. سامحني مانيش انا هو. سامحني مانيش انا. الدراهم شابه. قديش عطيتي لحبيبك الدراهم؟ المبلغ مش كبير، بس هذاك هو الشيء اللي عندي. ما يهمش. تفضلي. شكرا. حرزي روحك المرة الجاية. تعال. أيوة يلا. الحمد لله. مادام جيت نحوس على خالد. شكون خالد؟ خالد وليدك يا مدام. حشرت عليه الدار وعطيت له دراهم يا مدام. تشوفوا مدام. انت اللي جيت بالكوختي. وي وي مدام وراه خالد. تشوفوا ديغاش جو فو بلو توا. ليلى مش عندي هضره معاك. يا الخير ما نهضروش هنا. ثم درت لي في راسك. درت لي في راسي. انت واش دخلك؟ واش دخلني نهار الاول؟ نهار الاول فهمنا كونوا يد وحده، ماشي كل واحد يدير اللي في راسه. سمعي سمعي، انا ما تحكمش فيا مرا، يديها مليح في راسك. ما تحكمش فيك مرا، تتحكم فيك هادي. من وقتاش تعلمت تفتشي لي في حوايجي؟ بدلت بزاف، ما بقيتش نعيش معاك. ليلى ليلى هاك صحيبي كش ما تحتاج راني هنا.
ماني سمع فيك. وانت تانيك تخلي توصل هذا الشيء؟ شحال خطرة نقول لك رد بالك؟ شحال خطرة؟ هاودوك انا مريض وبغي زيد تمرضني معاك؟ مالك؟ ربي يكون معك اخويا عبد الله، ربي يكون معك. واش كاين سعيد؟ خويا عبد الله داروها بيه. اخوك عبد الله داروها بيه؟ علاه؟ فهمني نفهم. بس السكنه وسرقوا له الدراهم. ما تكون شيء. الو نعم. الو عبد الرحمن. ايه عبد الرحمن شكون؟ سناء. حبيت نسخسيك. اللي سرقتو له دراهمو واسمو؟ ايه اسمو عبد الله. ايه واش عبد الله؟ ايه هذاك خو بابا عمي. حمزة خويا. ايه حمزة. سامحني يا خويا، سامحني. وعلاش نسامحك؟ ما انت قمت لكش. وعلاش؟ ما قدرت نوصل حتى الواحد فيهم. وعلاش راك تحكي يا خويا؟ كيفاش تنتقم لي؟ اللي قتلني راه فيك، تمنو هو منك. كيفاش؟ ما فهمتكش. اللي قتلني غيمشي في عروقك. حمزة خويا. حمزة. يا رب. استغفر الله، استغفر الله. يا عبد الرحمن يا ابني، في هذه الدنيا أعزف على كل الأوتار وتنقل من مقام إلى مقام، وتر واحد
ما تعزفش عليه، وهو تر الحقد والخداع، ومقام واحد ما تتنقلش عليه، وهو مقام البغض والكراهية والغل والانتقام. والانتقام شوف، هادو ما ناقصين من الحساب. ماذا بيا غدوة إن شاء الله ترد الأمانة لموليها، وهذا باباك يا ابني، باباك، وانت من لحمه من صلبه ودمه، واذا كان الناس سمحوا لك وفهموه ربي ما يسمح لكش، ربي ما يسمح لكش. على بالي يا ابني، على بالي بلي عندك كية في قلبك من باباك، الله يسامحه، الله يسامحه، لكن باباك ما على بالوش باللي ليك والناس. يجي نهار وين ما يصيبش الصبر الكية تروحه. هاك تفضل، وكيما وصيتك، كيما وصيتك، غدوة ان شاء الله رد الامانه لماليها. تفضل زيد فضلك، انا درت المهمه تاعي. يعطيك الصحه. السلام عليكم. وعليكم السلام. عبد الرحمن سامحني يا عبد الرحمن. أنا سهل، حتى يما سهل، تعليمات يسمح؟ محال.
حول ولا قوة إلا بالله. ما تخافيش يا ليلى يا بنتي، راه يتعافى إن شاء الله يتعافى. راني ربطتك. مادام ربطتيني تقدر تروحي للدار. عبد الرحمن ما قدرش نخليك. ليلى على بالي لو كانت تقعدي معايا رايح نفرد عليك باش ديري لي البرا. كيما تبغي. سمعي كيما قلت لك ما تطوليش، روحي في الوقت ان شاء الله. عبد الرحمن نوض سلك جو سوايع على اللي قلت لي. حلي لي الكورده. اعطيني البرا. عبد الرحمن تعب قاعد يتعبنا راح. وين العرض نتاعنا؟ غدوة. سيداتي أوانسي سادتي مساء الخير، راح نقدم لكم في هذه السهرة اللي راح تجمعنا مع بعض وإن شاء الله تكون ممتعة عزف على آلتين، يعني حوار ما بين آلتين، آلة نفخ وهي كلارينات وآلة وتر وهي كمانجا. من عزف أعز ما عندي في هذه الدنيا وهم أحفادي. عزف حوار ما بين ليلى وعبد الرحمن. الذرية الصالحة ما ينخافش عليها.
واش حبيت تقتلنا؟ بصح ما تقدرش، خلينا نروحو، انا في الحبس. وعلاش ما كنتوش في الحبس؟ كل واحد فينا راه مدمن، كلي شم الغبرة، كلي تكيف الزطلة، كلي الإبرة، كلي شرب الشراب، ها؟ زوج قادرين يقتلوا بعضهم على جال شوية تاع ربع. ما كان ما دخلك فينا. واحد يتلعب بمشاعر الشيات. خليهم يديروا فيه التيقان بعد يديهم بالدراهم ياكلهم في الحرام. زوج يبيعوكم على جال شوية تاع خبرة، ومازال قادرين يبيعوكم على جال فتاتة تاع خبرة. حتى خويا قتلوه، واللي قتلوه ما كانوش في الوعي نتاعهم كيما نتوما. غير هذا يدير حاجة واحدة برك، يتاجر بيكم، يخدم بيكم، يدخل بيكم الدراهم. بعد تخلصوها، تخلصوها كبيرة يا واد الكلاب. هذا مسيطر عليكم بالمخدرات اللي خلات كل واحد فيكم يولي حيوان ماشي بنادم. كملوا عليه. واش كاين؟ مالكم؟ كان حلم بالحياة وما عرفوش معنى الحياة، على خاطر لعبوا على أوتار غير الأوتار.
وخرجوا على مقامات الحياة حتى من يندفعوا الثمن غالي تعرفوا على قيمة الحياة بعد ما تخلوا